طب معانا الاستاذ عبد الله غراب. استاذ عبد الله غراب رئيس الشعب العامه لمخابز اتحاد الغرف التجاريه. مساء الخير استاذ عبد الله. مساء الخير يا فندم. اهلا بسعادتك. القرارات الاخيره زياده سعر توريد القمح وبشكل كبير وحوافز مختلفه، ثم ايضا سعر الخبز الحر، رايك ايه في محاولات وضع سقف لسعر الخبز الحر؟ طبعا من غير شك يعني كل المجهودات اللي هي بتتم من خلال الدوله بالنسبه لزياده اسعار الاقماح ده طبعا يعني خلينا نرجع لمقوله يعني من لا يملك غذاء ولا يملك قراره، وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من زمان على ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا ما يكفينا من السلع الاستراتيجيه، وده كان اساسه مشروع الصوامع ومشروع التوسع في زراعه الاقماح، والحمد لله النهارده ده يعني خطوات مباركه. النهارده كان في قرار اخير صدر من مجلس الوزراء بتسعير الخبز السياحي او الخبز الحر. بالظبط كده. رايك ايه في هذا التسعير؟ احنا يعني عايز اقول عليك على حاجه، النهارده يعني الخبز الحر ماليش صفه الايه؟ التعميم. لان طبعا المساله بتبقى اسمات، يعني مصر الجديده ولا مدينه مصر ولا الزمالك ولا استاذ عبد الله. نعم. انت موافق على تدخل الحكومه لوضع سقف للخبز الحر ولا لا الاول؟ طبعا من غير شك. طيب جميل جدا. حته بقى يعني هو المواطن اللي في الزمالك يدفع زياده عشان هو عايش في الزمالك؟ لا، عشان نوعيات المنتج هناك يختلف عن المنتج في مكان ثاني. اتفهم عليك، هو ده اللي عايز انا اقول لك يعني. تمام. مش يعني ده مواطن وده مواطن بشرطه، لا، لكن هي اعتدنا على ان المخابز دي او السلع اللي هي بتقدم في هذه الاماكن بتختلف عن اللي بتقدم في بلاد دكرور، في العمرانيه، في اي منطقه شعبيه غير بيختلف يعني. ده السر، مش انا بميز ده عن ده ولا اي حاجه. تمام. لكن من حيث المبدا طبعا يعني الدوله تتدخل على الرحب والسعر، دي ما حدش يقدر يقول فيها اي حاجه يعني. اشكرك استاذ عبد الله غراب رئيس الشعب العامه للمخابز باتحاد الغرف التجاريه، بشكرك شكرا جزيلا.